تعالوا نشوف المنيو بتاعنا النهارده بيقول ايه. هنعمل مجموعه من السندوتشات اللي عيالك بيطلبوها دليفري بالليل بالسعر كده. هنعمل اول حاجه ايه يا عم ياسر؟ هنعمل سندوتش زنجر بالسبايسي، وتقدر تعمليه سبايسي او من غير سبايس، وهنعمل بفواكه البحر، وهنعمل كمان كوردون بلو، وهنعمل كمان الفراخ المحشيه، وهنعمل فراخ ستريبس. اختاري واختاري. تعال نشوف اول حاجه. عندنا مجموعه من الخبز بتاع، اذا كان فينو او بلدي لازم يكون طازه، لان الحصان بتاع السندوتش هو اللقمه. اللقمه لو ما كانتش طازه وما تكونش بفروله وتغطيها، لا تشتريها وتغطيها اذا كانت بلدي او فينو زي ما انت عايز. وعندك شويه مايونيز وشويه كاتشب وشويه سلطه الطحينه وشويه طماطم وشويه جرجير وشويه ايه خس وشويه فلفل الوان. ده اهم حاجه عندك بالليل في المصيف او في ليالي الصيف والسهر والاجازات تعملي لعيالك. تجيب العيش الفينو من جنبك او العيش البلدي من جنبك يبرد تغطيه، وبعد كده فلفل رومي تقطعيه، طماطم، شويه جرجير، شويه خس، شويه سلطه طحينه، شويه كاتشب، شويه مايونيز. دي اهم حاجه عندي. تعالى نعمل اول حاجه، نشوف هنعمل ايه. هنعمل اول حاجه بجيب الصدر بتاع الفراخ عشان اعمل الكوردون بلو زي ما انت شايفه، وبجيب كيس بلاستيك. بجيب الصدر بتاعي بقطعه على 2 ساندوتش قدامك اهو، الصدر بقطعه على 2، صدر الفراخ بتاعتي بقطعه على 2 قدامك اهو، وتروح بتطبق بقى عليه كيس كده، وتاكدي ان هو في النص. عشان ايه في النص يا حسن؟ عشان يتفرد عندك. خطواتك اهو. وبعد كده بالمبط بتاعك يعني اعملي الصدر الساندوتش على 2، وبطيه كده زي ما انت شايفه كده قدامك واحده واحده، عشان تفرديه، عشان تعمليه كوردون بلو. فردناه قدامك اهو، تمام. تعال اما نشوف واحد كمان بنفس الشكل اهو. بتجيب الصدر اهو التاني، النص التاني اهو زي ما انت شايف، وبتحطه في النص كده، تمام، وتغطي الكيس بتاعك كده. خطواتك كده اهو. والمبط بتاعك ابدا افرد. فردته كله قدامك اهو، قدامك اهو. تعال شوف التفاصيل قدامك اهو يا جمالك، يا حركاتك يا تكاتك، تمام. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. اعمل له تتبيله. تتبيلته ميه بصل، شويه عصير ليمون، شويه ملح، شويه فلفل، شويه زعتر، كل ده مع بعضه. وبعد كده اقلبهم مع بعض واتبل بيهم وابدا الف. خطواتك اهو، كله تمام. تعالى كده بجيب عندي اللي انا هبدا الفه، اعدله كده، واجيب فرشه واتبل. وحش ايه يا حسن؟ ادي التتبيله بتاعتي، ميه بصل وشويه عصير ليمون وملح وفلفل وزعتر، اتبله بالتتبيله دي كده قدامك. وانا بتبله كده، لو هو تخين زي ما انت شايف كده افرده عشان يتلف معايا زي الفل، تمام. بعد ما تبلته بعمل ايه؟ بجيب عندي جبنه شيدر قدامك كده اهو، بجيب قطعه من الجبنه الشيدر احطها كده طولي. يا عم عبد الرحمن. ايوه شيف حسن. يا عبدو صباح الفل يا غالي. ايه اخبارك؟ صباح البحر يا عبدو. يا تكات وحركات يا جمالك يا عبدو، يا جمالك. بحب اكلك قوي وبحب اشوفك على طول. ده شرف ليا يا عبدو، ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. عايز اعمل اهداء لابن خالتي عمرو. احلى هديه لابن خالتك عمرو من عبد الرحمن وببرنامج اكلات وتكات شيف حسن، ربنا يخليكم لبعض. بعد ما تبلته بالتتبيله الصدر اهو، حطيت جبنه، حطيت لحمه بارده، ولفيه رول. بص اهو لفي رول، يعني ايه رول؟ عشان للساندوتش. بص رول اهو، لف رول، رف رول، رف رول، لف رول اهو قدامك اهو، تمام، قدامك اهو. وتعالى حطه هنا. تعال نجيب التاني بنفس الطريقه اهو. يا ام امنيه صباح الفل. يا ام امنيه صباح النور يا شيف حسن. ده انا عمال اتصل بحضرتك بقالي كام شهر مش عارفه والله. ربنا يديك الصحه والعافيه، واحنا اسفين يا ام امنيه، احنا اسفين يا غالي. الله يبارك لك، الله يبارك لك في صحتك وفي اولادك. امين يا رب العالمين. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب. والله انا ليا طلب عندك. تحت امرك، اتفضلي يا ام امنيه. يا غاليه انا عندي 63 سنه. ربنا يديك الصحه والعافيه ويخليكي لينا. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك يا ابني.
وعامله بتر في رجليا. الف الف سلامه يا فندم. الله يبارك لك. الله يبارك. ومش لاقي حد يعمل لي طرف صناعي. طرف الله صناعي. يبارك لك. حاضر حاضر حاضر. سيب تليفونك مع نانسي يا حاجه وان شاء الله الله مستعان. تحت امرك. بعد ما فردتها كده تبلتها بالتتبيله قدامك اهو يا ياسر. بعد التتبيله حطي الجبنه تشيدر قدامك كده اهو قدامك واحده واحده. وبعد كده يا حسن حطي اللحمه بارده اي نوع لحمه بارده عندك ما توقفيش على حاجه. وبعد كده لفيها رول ودخليها الفريزر تتجمد. ادي اللحمه البارده تمام. تعالى لفها رول دخل كل ده مع بعض اهو رول وطلع البلاستيك لخا رول 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 يا تفاصيلك. وبعد كده تمام ادخلهم التلاجة. جاهزة كده جاهزة كده عشان اعمل احلى كوردون بلو للساندوتش لعيالي. انا اللي بعمل لعيالي وبخليش حد يعمل لي. تعالى بقى نشوف. خد يا زياد تعالى نشوف بقى بعد ما طلع بالفريزر. بص قدامك اهو بعد ما طلع من الفريزر. تعال نشوف كده قدامك اهو بعد ما طلع من الفريزر يا جمالك. متجمد زي الفل اهو. متجمد وزي الفل تمام. تعالي بقى نعمل البقسماط والدقيق. ادي كوبايه دقيق وادي كوبايه بقسماط. عشان اعمل ايه؟ شويه ملح هنا تبله وشويه ملح هنا، شوية بصل باودر هنا وشوية بصل باودر هنا، شوية توم باودر هنا وشوية توم باودر هنا، شوية شطة اختياري هنا وشوية شطة اختياري هنا. وأدخل الكلام ده كله مع بعض. تمام؟ يا تفاصيلك. وبعد كده يا عم حسن بجيب إيه؟ بجيب عندي اتنين عدد بيض، اتنين عدد بيض وبتبلهم سنة ملح وسنة فلفل. خطواتك كده كلها قدامك أهو. وبعد كده برب البيض ده اللي انا تبلته ملح وفلفل واحله بنص كوبايه لبن. واقول صباح الفل يا استاذ عفاف. صباح الخير يا شيف حسن. نهارك قشطه يا استاذ عفاف. ازيك؟ صباح الرضا يا هاني. وحشنا. وانت اكتر يا هاني. انت عامل ايه؟ كله كله بونو 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 بنفسكم ان شاء الله. سامع حضرتك طيب. وحضرتك يا فندم يا استاذ عفاف ربنا يخليك يا هاني. احنا بنصبح بس مش عايزين اكتر من كده. صباح الفل وصباح القشطه يا استاذ عفاف. نهاركم قشط. ادي البقسماط المبهر وادي دي المبهر. وحط في النص كده الرو. بص كده اهو تفاصيلك كده قدامك. وبعد كده يا عم حسن اروح واخده الكوردن بلو ادحرجه جوه الدقيق المبهر. خد بالك من التفاصيل اهو زي ما انت شايف. وادحرجه جوه الرو واسيبه شويه يحل. خطواتك كده كلها قدامك واحده واحده كده اهو. ادحرجه جوه الدقيق المبهر وبعد كده ادحرجه جوه الرو البيض ملح فلفل وشويه لبن واسيبه شويه يحل. يا عم احمد حبيبي صباح الفيوم والفايمه كل الناس الحلوين. حسن عامل ايه؟ نهارك قشطه يا عم احمد. نهارك قشطه. نهارك قشطه يا حبيبي. بارك الله فيك جميعا يا حبيب قلبي. عايزين نهني بس بعيد ميلاد بنت ابني. الف الف مبروك عقبال ما اتجوزها. اسمها ايه؟ عندها سنه واحده. اول عيد ميلاد ليها اسمها حلا. يا حلا احلى تحيه من جده. يا حلا واحلى تحيه من برنامج اكلات وتكات الشيف حسن يا حبيبتي. وربنا يخليك لجدو والبابا وماما. تحت امرك يا حاج. بص عندك كل التفاصيل اهو كل التفاصيل اهو كل الحركات والتكات اهو. لا تمام. وسبته ياخد الروي حل عشان قدامك التفاصيل. التكنيك قدامك. ادي المجمد ادي دي المبهر ادي الرو ادي البقسماط المبهر. التكنيك كله قدامك اهو. بعد كده حسن بنفس الطريقه اهو ادفنه وادحرجه جوه البقسماط وتاكدي الحروف دي خدت اهو. واروح جاي رصاه. تقدري تجهزيه وتعنيه في الفريزر في اي وقت بالليل. تطلعيه تحمريه وتعملي ساندوتش سريع على طول. قدامك اهو كل التفاصيل قدامك اهو كل التفاصيل قدامك اهو. دحرجي ياخد زي ما هو عايز من البقسماط والحروف. كل التفاصيل قدامك اهو كل قدامك اهو. واحده واحده كده اهو عشان تعملي احلى كوردون بلو بتفاصيلك وحركاتك وتكاتك. وادي كمان الدقيق. واحنا بنعمل الكلام ده كده احمره. هطلع لي بطاطس من الثلاجه يا زياد. هات لي هنا والفلفل
كل تفاصيلك اهو، خطواتك كده كلها قدامك. اردمي، غطيه كله. بعد ما دفنتيه كده هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ نعمل ايه؟ كل تفاصيلك قدامك اهو، قدامك اهو، واحدة واحدة. تمام؟ جاهز كده عندي؟ تعالى بقى كده اهو جاهز. نروح فين؟ نروح على القلاية. تقدري تخزنيه، بصي تقدري تخزنيه زي ما انت عايزه. لو انت عايزه تخزنيه خزنيه، او تسقطيه جوه زيت سخن عميق. سقطي او خزنيه. يا ام احمد صباح البحر يا ام احمد يا غاليه. صباح الفل يا شيخ حسن. نهارك قشطه يا ام احمد يا غاليه. نهارك زي العسل، ربنا يحسن ما بين ايديك جميعا ان شاء الله يا ام احمد. انا عملت اللحمه بالعجين، جميل جميل، وبعته لك على الصفحه. جميل. ده ملعبك يا ام احمد، ده انت اسكندرانيه. لا مش زي ما بنعملوه خالص، ده حاجه روعه روعه روعه. ده شطاره حضرتك يا غاليه. ربنا يزيدك يا رب ويكرمك. ربنا امين يخليك. امين 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 كل يا رب. سنه وانت طيب. وانت طيبه يا غاليه. مين على البرنامج كلهم طيبين، بمناسبة مولد السنة الهجرية. السنة الهجرية، بمناسبة السنة الجديدة عليكم. كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة البرنامج، عيد ميلاد البرنامج. عيد ميلاد البرنامج. كل سنة وانت طيبة يا غالية. كل سنة وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين كده قدامكم، ادي الكوردون بلو، وادي شويه البطاطس اللي اقدمه معاه، وادي الرغيف بلدي او فينو، وشويه كاتشب، وشويه مايونيز، وشويه طحينه، وطماطم، وجرجير، وفلفل رومي. دلعي عيالك في ايام الصيف الجميله دي. كل قدامك اهو. اللقمه اهم حاجه. تعالى بقى، تعالى اهم حاجه بقى عندي بقى، نعمل الزنجر على ما يتابعوا الحاجه دي. نعمل الزنجر ازاي؟ تعالى نعمل الزنجر. عينك هنا يا زياد. واحدة واحدة جاهز على طول. بص التفاصيل، بص الحركات، بص التكات. أحلى كوردون بلو. تعمليه ساندوتش لعيالك، تفتحيه على اتنين تخليه واحد، وشوية بطاطس.